السلام عليكم أعزائي طلبة المستوى الرابع. درسنا في مادة الرياضيات اليوم طرح الأعداد من 6 منازل. لنشاهد المسألة معا. بلغ إنتاج الفوسفات الجاهز في عام 2018 في منجم الرصيفة 242,565 طنا، وفي منجم الحسا 798,740 طنا. فكم يزيد إنتاج منجم الحسا على إنتاج منجم الرصيفة؟ نشاهد أعزائي الطلبة في السؤال لدينا كلمة في كم يزيد، أي إيجاد الفرق أي الطرح. نشاهد هنا أعزائي الطلبة أنه في عملية الطرح لدينا أيضا طريقتين، طريقة أفقية وطريقة عمودية. استخدمنا هنا الطريقة العمودية وهي بوضع كل منزلة مع المنزلة التي لها، الآحاد مع الآحاد والعشرات مع العشرات والمئات وهكذا. نطرح الآن معا. 0 - 5 لا يجوز، إعادة التجميع. الصفر تصبح 10، أحسنتم، من جدول 4 تصبح 3. 10 - 5 يساوي 5. 3 - 6 أيضا لا يجوز، نقوم بإعادة التجميع. 3 تصبح 13 والسبعة تصبح 6. 13 - 6 ويساوي 7، أحسنتم. 6 - 5 ويساوي 1. 8 - 2 ويساوي 6. 9 - 4 ويساوي 5. و7 - 2 ويساوي 5. أصبح الناتج 556,175 يزيد منجم الحسا على منجم الرصيفة. شكرا لكم أعزائي الطلبة، أرجو حل ورقة العمل.